بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكادر ومشاهدي القناة العراقية. طبعا هذا الملف، ملف مفردات البطاقة التموينية، ليس بجديد. هذا يعني أخذ سنوات كثيرة على هذا الحال، ولم تكن هناك رقابة، والدليل هو واضح أمام الشعب العراقي وأمام المسؤولين كذلك. المشكلة وين؟ المشكلة يعني عندما تتوجه الجهات الرقابية للحساب تكون هناك ضغوطات سياسية تحمي هؤلاء السراق الذين يتلاعبون في قوت المواطن. اليوم المواطن ينتظر، وبفارق الصبر المواطن العراقي ينتظر مفردات البطاقة التموينية. البطاقة تعطى وتخصص لها أموال في الموازنة الاتحادية لكل شهر 4 مفردات. طبعا رفعت كثير من مفردات البطاقة، بقت هي المفردات الأربع المعروفة، هي اللي التمن والسكر والزيت والطحين. تقوم الـ يعني الـ 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 الوكلاء اللي تابعين لوزارة التجارة بتوزيع هذه المفردات بشكل متقطع، يعني الحصة لهذا الشهر يقوم بإعطاء مفردة أو مفردتين، ويقوم بتأخير أو بيع المفردات الأخرى وعدم توزيعها. هذا بتواطؤ طبعا من الوزارة ناهيك إلى أن تصل إلى الموزع اللي هو الوكيل. طيب. يسمى الوكيل. الكل مشترك في هذا التواطؤ، الكل مشترك في هذا الفساد مقابل إجحاف وأكل حق المواطن العراقي. أنا تابعت هذا الملف بشكل دقيق، وكانت هناك لدي مخاطبات عديدة إلى وزارة التجارة لتوضيح الأموال المخصصة من قبل الموازنة الاتحادية للمفردات البطاقة التموينية وكيفية توزيعها شهريا أو لكل 3 أشهر. طبعا طيب تتحدث عن ضغوط سياسية سيد عبد الأمير، هل الموضوع يتعلق بممارسة نيابية رقابية على مستوى استجواب استضافة وزير التجارة مثلا، مسؤولين في التجارة، وبالتالي نتحدث عن ضغوط سياسية منع ذلك؟ يعني أنا الكل يعلم أنه أنا صريح بصراحة، يعني أتكلم بشفافية واضحة جدا. اليوم إذا ما تابعنا هذه الملفات والوزارات تخصص أموالها حتى في الموازنة الاتحادية، هي تخصص وتوزع إلى الكتل السياسية، لكل كتلة سياسية لها وزير أو وزارة أو وزارتين تخصص هذه الأموال لهذه الكتلة. كيفية الاستفادة وتبويب هذه الأموال بطريقة وأخرى على حساب المواطن العراقي. نعم، نحن نرى الآن هذه المشاريع الكبيرة عندما تقرأ في الموازنة، وهذه الأموال الطائلة التي تقرأ في الموازنة، ولكن عندما نأتي إلى التطبيق لا نجد شيء من هذا التطبيق سوى نسبة قليلة جدا، وهذا ظلم طبعا بصراحة تابعناه بشكل دقيق، ظلم المواطن العراقي وأكل حق المواطن العراقي بشكل ممنهج على حساب حق المواطن لدعم هذه الكتل السياسية. طيب. وهذه الموازنة التي تم إقرارها بالأسبوع الماضي، إذا كانت موازنة وزارة التجارة سيد المياحي، إذا كانت بعيدة عن مصلحة الشعب العراقي، واضح هناك توافقات بين المكونات، المكون الكردي والسني والشيعي، وتم توزيع هذه المغانم بشكل ممنهج وقانوني داخل هذه الموازنة استعدادا للانتخابات المقبلة وبعيدا عن مصلحة المواطن. واضح. إذا كانت هذه الرؤية فيما يتعلق بموازنة وزارة التجارة تحديدا، وتتحدث أن الموازنة تذهب إلى جيوب الكتل السياسية، لماذا تم التصويت على مليارات الدنانير في هذه الموازنة، موازنة 2021 لوزارة التجارة، إذا كانت هناك رؤية تذهب إلى الكتل السياسية؟ من اللي اتفق على الموازنة؟ هي الكتل اتفقت على الموازنة ودخلت داخل مجلس النواب وصوتت عليه. من اللي صوتوا؟ هي الاتفاقات، يعني حتى اتفاقات على هذه الموازنة وتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان بالاتفاقات السياسية والتوافق السياسي، وليس بتوزيع هذه الأموال بشكل منصف على أبناء الشعب العراقي. يعني إحنا إذا ما رجعنا شوية، خل نطلع من مفردات البطاقة التموينية وكيفية عدم توزيعها بشكل صحيح، وارتفاع أسعار السوق، وكيفية التصويت على سعر الدولار وإبقاء على 145، وكل المنافذ الحدودية اليوم مغلقة والمنافذ الشمالية مفتوحة، وهذا الظلم واضح والجور واضح على أبناء الوسط والجنوب بشكل ممنهج وقانوني. عندما نتكلم ونخاطب الجهات ذات العلاقة لم نجد هناك إجابة على هذا السؤال، لماذا تغلق المنافذ الجنوبية دون المنافذ الشمالية، ولماذا يكون هناك ضغط وتدقيق على
كافة المواد التي تدخل من بعض المنافذ بشكل بسيط جدا، وتكون هناك رقابة شديدة، ولم تكن هناك رقابة أصلا في المنافذ الشمالية. إذا كان الموضوع موضوع صحي وهناك وقاية، فيجب على الحكومة أن تتخذ كافة إجراءات الوقاية في المنافذ الجنوبية تفتحها. إذا كان هناك موضوع اقتصادي، فعلى الحكومة أن تنظر للوضع الاقتصادي، ونحن مقبلين على شهر رمضان، وهي أجحفت حق المواطن العراقي برفع سعر الصرف، إضافة لعدم إيجاد درجات وظيفية وتشغيل العاطلين من الشعب العراقي. عليها أن تفتح المنافذ الحدودية حتى تقلل من ارتفاع الأسعار، وهذا شهر الرحمة وشهر رمضان شهر رب العالمين،